طريقكم أبيض اللون دائما يا رب العالمين. ممثلة جميلة جدا، شخصية سورية شابة شاركت بالعديد من الأعمال الفنية يلي تنوعت ما بين الاجتماعية الشامية والكوميدية، أثبتت حضورها وأثبتت الكاريزما الحقيقية يلي بتتميز فيها بكل دور بتقدمه. خلوني أنا وأنتم نمسي ونعيد على الجميلة نور الوزير. يسعد مساكي يا نور. يا مساء الخيرات، مساء الخير للجميع، كل عام وأنتم بألف خير. يسعد مساكي وأنتي بألف خير يا رب. بداية كيف العيد معك مرق بأول يوم؟ والله يعني العيد دائما له جو الخاص وله طقسه الخاص، سواء كنا بعاد عن أهلنا أو قراب، دائما الشعور بأنه هذا العيد هو عيد للفرح، عيد للتفاؤل، عيد مبارك إن شاء الله. هو شعورنا دائما الداخلي بضل اتجاه العيد جميل بكل أجواءه إن شاء الله يا رب. بس تعرفي نور، بتلاحظي إنه العيد قبل كان عن جد إله نكهة خاصة، كان في إله هيك يمكن أجواء كنا ننبسط فيها بطريقة كتير كبيرة. بنظرك اليوم عن جد قديش اختلف العيد عن أيام زمان، وشو الشيء اللي فرق؟ واليوم أكيد في جانب السلبي وفي الجانب الإيجابي، شو هو الجانب الإيجابي اللي بنقدر نشوفه اليوم نور؟ هلأ بصراحة يمكن ما في جوانب إيجابية بقدر ما في جوانب مثل ما تفضلتي سلبية. يعني كان العيد له جمعاته اللي محتمة علينا، ممنوع التغيب عنا. هلأ وصلنا لعصر السرعة، بمعنى أنه أنت حتى الطفل اللي يعني اللي عمره بيكون ما بين 12 والعشر سنوات، أنت ما عاد عندك المانع عليه بما يكفي أنك تلزميه بالجمعات تبع العيد اللي كانوا أهالينا قبل يلزمونا فيها. صار يتعرف على العالم الآخر، صار يتعرف من خلال السوشيال ميديا، من خلال موبايله هذا الصغير، صار في عنده عالمه الخاص اللي ما عاد بيشبهنا. صحيح. فهو بشعر حاله بمكان ما أنه أنا ما شو هي الجمعات اللي أنتوا عم تحكوا عنها. ما عاد عندهم ثقافة قبل مثلينا، عندهم ثقافة جديدة للأسف يجب علينا نحن نتأقلم معها، ما فينا نرجعهم لها 100%. وبتعرفي نور، أنا برأيي يعني اليوم الولد هو مراية أهله. يعني اليوم صحيح. كيف بيشوف ابني أو بنتي أنا عم بتصرف حيتصرف صحيح. مثلي. يعني وقت يشوفني تمام. أنا كل الوقت على السوشيال ميديا، عم بيشوفني كل الوقت على الموبايل، عم بيشوفني كل الوقت بعيدة عنه، ما عم كون أنا أساساً هذا الشخص يلي مقرب من أجواء صحيح. العائلة وعم عيش هاي الأجواء. فالأكيد ما فينا نلوم الطفل بالنهاية. إذا بدنا نحكي صحيح. عن مشاركاتك بشهر رمضان المبارك نور، شو هي الأصداء يلي حصدتها؟ والله أنا متفاجأة، يعني ما فيني خبي عليكي، أنا متفاجأة بأنه العمل اللي اشتغلته هاي السنة اللي اسمه عايز تحت الطلب، عمل يعني أخذ الطابع الكوميدي شوي، بيحكي عن صبايا هن بحاجة دائما يعني بحاجة للزواج ودائما ما عندهم حظ مع العرسان، وبتنختم بالحلقة الأخيرة بأنه تزوجوا لثلاث أخوات وعاشوا بسعادة وهنا. أنا ما توقعت العمل يعمل هذا الصدى بصراحة سوشيال ميديا على الأقل، لأنه أنا كمية المسجات، كمية المحبة من العالم. لأنه شوفي في أعمال ما شاء الله السنة يعني بترفع الراس بصراحة كدراما صحيح. سورية صحيح. أنا قلبي مليان حب، قلبي مليان تفاؤل. يعني عادت الدراما السورية وبقوة شديدة، فما توقعت لعملنا المتواضع بقصته بحتوته أنه يكون في له حتى جمهور لهي الدرجة مهتم فيه. في تمام. ناس بيقولوا لي انه نحن عم نشوفكم انتم ضحكة رمضان، انتم هاي الساعة اللايت اللي بنقضيها هيك بلا حتى نشيل همنا عن قلبنا، صبايا حلوين، كل شيء عم تعملوه حلو، مسلسل خفيف نظيف هيك ظريف على القلب، يعني ما بده هالمخ وما بده انه تقعدي كثير تفكري بالامور يعني. صحيح. بتعرفي نور يعني عن جد كثير حلو. عن جد اليوم الفنانين السوريين، وانا بدي اقولها بكل فخر، اليوم قدروا انه يثبتوا حالهم، اليوم قدروا انه وين ما راحوا يتركوا بصمه ويرفعوا اسم سوريا دائما للعالي، وان شاء الله هيك درامانا السوريه بتبقى بهي القوه. والحمد لله قادره انه وين ما كانت تضيف لاي عمل هي والفنانين السوريين. شو في عندك تحضيرات جديده نور؟ والله لهلا بتعرفي بعد رمضان بيكون في شويه فتور بالاجواء، يعني لهلا ما في عروض حقيقه، لسه ما في عروض، يمكن عم نحضر لشيء يعني بخص المسرح، وكمان لسه ما تأكد الموضوع، عم بقرأ لسه الورق بين يدي. بس كدراما لهلأ أنا على أمل يعني إن شاء الله أنه يكون عريس تحت الطلب ومسلسل عزك يا شام الشامي اللي شاركت فيه، على أمل أنه يعملوا لي نقلة من مكان لمكان إن شاء الله.
يعني دائما نحن عايشين على الامل، ولانه بنحب الدراما السوريه، ولانه تعلمنا انه الدراما السوريه لازم دائما تضل بحاله صعود، ان شاء الله ما نكون خذلنا درامانا وان شاء الله نكون قد الحمل. فانا دائما بتمنى الافضل لإلي ولكل الزملاء ولكل الفنانين. ان شاء الله يا رب كل الخير لإلك يا نور ولكل الفنانين. وعن جد وعن جد اليوم نحن فخورين جدا بدرامانا السوريه وايضا بفنانيننا السوريين. معايده هيك سريعه على مين حابه تعايدي نور؟ بدي عايد على كل سوريا وعليكم حسرا، انتم مرايتنا وانتم الصوره الجميله لإلنا، وانتم مثل ما بيقولوا الملجا، يعني نحن لما نضيع بنلاقيكم. فبدي عايد عليكم وبدي أقول لكم كل عام وأنتم دائما بهذا الألق وهذا التطور وهذا التقدم، أنتم ما بتملوا من أنكم تنجحوا، وهذا العشم فيكم. كل عام والشعب السوري كله اللي بحاجة للحب ولكل شيء حلو بخير، ويا رب هاي السنة تكون هيك يعني فاتحة سنة جديدة أفضل وأفضل على جميع الأصعدة، لكل حدا يكون حظه السنة الجاية أفضل بكثير. آمين يا رب العالمين. سوري كله بخير. أمين يا رب العالمين. شكرا كثير لاتصالك يا نور، وعن جد كثير انبسطنا بكلامك معنا وبمعايدتك لنا، وبالفعل اليوم كلياتنا محكومين بالأمل. إن شاء الله دائما هذا الأمل الإيجابي اللي دائما بيعطينا هذا الدافع لحتى نكون قادرين وين ما كنا كسوريين إنه نرفع اسم بلدنا للعالي. شكرا كثير يا نور لإلك. شكرا لكم، تحياتي، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. ينعاد عليك يا رب العالمين. احنا